السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. FlowGPT ده عبارة عن ايه؟ موقع بيدينا الناس بتدور على ايه في الشات جي بي تي، بيخدم على شات جي بي تي، فبيدينا امثلة وانت تقدر ان انت تقول اه دي فعلا تستحق الناس كلها تشوفها او لا، بتدي انت تقييم. يعني على سبيل المثال في كوفي شات كولد ايميل، تمام، فبتلاقي الراجل كتب الكلام دوت وهو رد عليه بالرد دوت، تقدر ان انت تاخده كوبي، تقدر ان انت تاخد الرابط كوبي، تقدر ان انت تحطه عندك في البوك مارك او المحفظه بتاعتك في كام واحد شافه الحاجه دي. طيب في الحاجات الاكاديميك، تمام، في حد مثلا كتب كلمه حلوه، في حاجات ما تكونش تخطر على بال واحد، فلما بيشوف الافكار دي بيبدا يفكر فيها، بيقول له اكتب لي 1000 كلمه يعني في موضوع معين، تقدر انت تختار الموضوع اللي انت عايزه، artificial intelligent generated content، هو بقى يبدا يكتب لك المقاله اللي انت عايزها بالشكل ده. طيب عايز تشوف المقاله، ممكن تقول له فيو برومت، تبدا تشوف الكلام كله دار عن ايه، بيقول له اد مور تو ذا سيرت بارت، زود له جزء كمان و و والحاجات دي كلها. فانت كده بتشوف الناس اكتر حاجات كانت مثيره للناس واكتر حاجات ممكن فيها افكار، ممكن تكتب مثلا في البرودكت مانجمنت، ممكن تكون انت بتدور على حاجه في بحث علمي في كذا كذا كذا، تقدر تقول له اعمل لي الجزء دوت مثلا كود. في ناس مثلا بدات تعمل بايثون كود مثلا، طب هو كان بيفكر في ايه، وهل قدر يوصل للحاجه اللي هو عايزها ولا لا. ممكن بعد ما يعمل لك كود تقول له عدل فيه وهكذا، تمام.